وإلى خبر آخر، وبعد أن فقدت ذراعها بسبب حادث مروع تعرضت له خلال مشاركتها في تصوير أحد أفلام الحركة الهوليوودية الشهيرة، قررت ممثلة مشاهد خطيرة مقاضاة منتجي الجزء الأخير من سلسلة أفلام Resident Evil. ورفعت أوليفيا جاكسون بديلة الممثلة الأمريكية ميلا جوفوفيتش في الفيلم دعوى قضائية في ولاية كاليفورنيا ضد منتجي الفيلم بسبب الحادث الذي وقع عام 2015 في جنوب أفريقيا. وقالت جاكسون إن السبب في الحادث الذي تعرضت له خلال التصوير هو إحداث تغييرات في سير المشهد في الدقائق الأخيرة، إذ وجب رفع الكاميرا إلى الأعلى بعد لحظة من الوقت الأصلي الذي تم الاتفاق عليه، وهذه اللحظة كانت كفيلة بالتسبب بالحادث.